ما هو دعاء الاستفتاح في الصلاة الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ هناك أكثر من دعاء. الله أكبر كبير، الحمد لله كثير، سبحان الله بكرة وصيلة، اللهم بعد بيني وبين خطاياي كما بعدتني. هذا هو المشهور، حديث أبي هريرة، سئل النبي ماذا تقول؟ قال أقول اللهم بعد بيني وبين خطاياي كما بعدت المشرق والمغرب، اللهم نقني خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم اغسلني خطاياي بالثلج والمائي والبرد. والدعاء الذي كان يجهر به عمر رضي الله عنه يعلمه الناس، سبحانك اللهم وبحمدك، تبارك اسمك، تعالى جدك، ولا إله غيرك، الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، في أكثر من دعاء. والأفضل الإنسان ينوع بدعية الاستفتاح، لا يلتزم دعاء واحد حتى يستشعر المعنى الذي يرشد إليه الدعاء.